بطريقة جدا مفاجئة فاجأ الثنائي غيث وسار الجمهور بتنظيمهما لحفلة خاصة لزواجهما، واللي كانت حفلة الحناء على الطريقة المغربية، وأجمع الجميع عن إمكانية أن تكون هالفكرة فكرة أم غيث نظرا لأصولها المغربية. فشاركت عائلة غيث مجموعة من الاستوريهات ما خلف كواليس هالحفل، وامتنع الحضور من مشاركة تفاصيل الحفل من بعد ما طلب غيث منهم ذلك ليشارك كل التفاصيل على قناته على يوتيوب قريبا جدا، وتسربت بعض التفاصيل البسيطة من الحفل، وهيك كانت الأجواء.